معنا وعبر الهاتف من الرياض الأستاذ عبد الرحمن الهزاع، المستشار الإعلامي ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي. سابقا بعد التحية، طبعا النظام القطري استخدم قناة الجزيرة منذ انطلاقتها على مدى 21 عاما كأداة لدعم الإرهاب وإثارة الفتنة في الدول التي تستهدفها. كونك خبير إعلامي، تحدثنا أكثر بهذا الخصوص. شكرا لكم في البداية، ودعيني أشير إلى أمر واقعي، وهو أن 21 سنة فترة زمنية أكثر من كافية للحكم على محتوى أي وسيلة إعلامية كانت تبث من أي مكان. من واقع تتبعنا لما بثته قناة الجزيرة منذ نشأتها إلى اليوم، وجدنا مع الأسف أنها كانت في توجه يخرج عن الإجماع العربي ويخرج عن حتى التوجهات الإنسانية. هي كانت منبعا للفتن ومنصة للإرهاب، وأيضا لم تلتزم بأخلاقيات وأدبيات الإعلام الإعلامي أيا كان مرجعية هذه القناة. القناة كما تعلمون في بدايتها وكانت تروج لما تدعي أنه الرأي والرأي الآخر. نعم. وهذه كانت شماعة تعلق عليها كل ما تحاول أن تبثه من أفكار، سواء كانت من دعم لجماعات الإخوان الإرهابيين وغيرهم من الجماعات المتطرفة الذين وجدوا في القناة منصة لهم لتوسيع رسالتهم بكل ترحم. نحن هنا نقول لقناة الجزيرة: أنت على المحك، والواقع لا يمكن أن ينكره إلا جاحد. السجلات موجودة والوثائق موجودة، حتى في تغطيتها لإرهاب لأعمال داعش وغيرها كانت في الحقيقة متجهة اتجاه تطرف واضح، وكان لها صلات الواقع يكشفها. هناك تسجيلات تبث، وهناك تواصل مع القادة، وهناك أعطاهم حيز على خارطتها البرامجية. إذن بعد كل هذه الحقائق التي تثبت بأن قناة الجزيرة كانت تحيك هذه المؤامرات ضد دول المنطقة، اليوم الدول المستهدفة كيف يمكن لها أن تواجه مثل هذه القنوات، مثل قناة الجزيرة التي لا تلتزم أبدا ولم تلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية في مجال العمل الإعلامي، بل عملت خلاف ذلك؟ نحن الحقيقة لسنا في قلق على مستوى الحكومات مما تقوم قناة الجزيرة ببثه. نعم. الحقيقة أصبحت واضحة الآن، الكرة في يد المتلقي، المتلقي هو المشاهد في أي مكان في العالم. المتلقي أصبح على وعي وعلى إدراك كامل بما يبين حقيقة هذه القناة وتوجهها. لا يمكن أن ندلس على ملايين المشاهدين مهما كانت، مهما ادعينا ومهما علقنا من شعارات. الدول الحكومات وضعت النقاط على الحروف، أوضحت الحقائق، ونترك الآن للجمهور المتلقين أن يحكون بأنفسهم. تتبعنا لهذه القنوات وبرامجها إلى اليوم، هناك دعم لإسرائيل، هناك دعم لإيران، هناك إصلاح مجالات، والمشاهد اليوم ليس بهذا الإنسان الغبي اللي يمكن أن احنا نمرر له مثل هذه الرسائل. المواطن أصبح الآن لديه المناعة ولديه الحصانة الكافية في أن ينظر إلى هذه القناة بمنظار الفاحص العالم الذي لا يمكن أن تنطلي عليه أكاذيب كل ما تبث قناة الجزيرة. نعم، من الرياض الأستاذ عبد الرحمن الهزاع، المستشار الإعلامي ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي سابقا، شكرا جزيلا لك.